السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا زملاء إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة في البداية أعتذر عن التأخير يا زملاء اللي حصل أنه كان المفروض أننا أنزل الفيديو قبل يومين تقريبا حصل لنا أمر طارئ واضطرينا نسافر واليوم رجعنا إن شاء الله بإذن الله اليوم نجهز الفيديو كما وعدنا الشباب إن شاء الله ونضع لهم فيديو قيم جداً كما سبق وتحدثنا يا زملاء انه هناك ارقام يجب ان يعرفها المتداول سواء يستعمل التحليل الفني او التحليل الزمني او التحليل الرقمي قبل ان نخوض في هذه الارقام يا زملاء لازم نفهم قاعده واحده تمام الا وهي ايش يا زملاء انه كل غالبا غالبا يا زملاء الأسهم بأنواعها أنواع آه في هناك أسهم آه تتحرك بنموذج معين، يعني لماذا حركة الأسهم من سهم إلى آخر تختلف يا زملاء؟ آه لأنه الأسهم تتحرك يعني بأشكال هندسية متعددة فمثلا يا زملاء في هناك أسهم تتحرك طبقا مثلا للزاوية أو للشكل الهندسي للمربع تمام أو للمثلث في هناك أسهم أه تتحرك بشكل المثلث بتحصل تصحيحاتها وهبوطها أو صعودها يكون متباعد يعني ما بين فترات وفترات وفي هناك اسهم اخرى يا زملاء تتحرك بالشكل الهندسي للمثلث او للمربع تمام مع انها تختلف يعني من المثلث الى المربع طبعا المثلث ثلاث زوايا بينما المربع اربع زوايا فكل ما كثرت الزوايا يا زملاء في في السهم او الشكل الهندسي الذي يتحرك عليه السهم كلما كان السهم متذبذب بشكل أعنف أنا أضرب لكم مثال يعني مثلا لو أخذنا هنا سهم لنقل الواحة طيب مثلا شوفوا يا زملاء التذبذب في هذا السهم نفتح على فريم أكبر هذا يعتبر سهم مثالي تقريبا يشتغل تقريبا على المثلث أو المربع لكن في هناك أسهم يا زملاء في هناك أسهم عنيفة التذبذب تلقاها الصعود والهبوط بشكل عنيف جدا تمام فهذه الاسهم يا زملاء بتتحرك على زوايا كثيره زي الخماسي والسداسي والسباعي تمام؟ مخمس هذه زوايا المخمس وهذه زوايا هذه الاشكال الهندسيه يا زملاء شوفوا طبعا لكل شكل هندسي لكل شكل هندسي زوايا تمام زوايا هذا السباعي وهذا الشكل السداسي فقط على اساس اوصل لكم المعلومه يا زملاء وهذا السباعي طبعا ايش اللي يحكمهم يا زملاء في زوايا تحكم جميع هذه الاسهم مثلا أنا أضرب لكم مثال مثلا اذا قلنا تاسي أنه بيمشي زاوية زاوية المثلث يا زملاء تمام بالشكل الهندسي للمثلث طيب الشكل الهندسي للمثلث فيه الزاوية مئة غالبا حتلاقي في هذه الأشكال الهندسية الزاوية مئة بتلاقيها موجودة تمام والزاوية 90 ففيه زوايا معينة بتحكم جميع الأشكال الهندسية، لذلك بتلقى مثلاً إنه تاسي إذا صعد إنه أغلب السوق يعني بيصعد أو أغلب الأسهم بتصعد وهكذا، لكن التذبذب على المستوى القصير بتلاقيه يختلف تماماً كل سهم عن الآخر. اللي نريد نوصل إليه يا زملاء أو المعلومة اللي نريد نوصلها إنه في هناك زوايا مهمة جداً، زوايا مهمة جداً.

طيب كيف حنستخدم هذه الأرقام يا زملاء؟ هذه الأرقام حنستخدمها على أرقام التاريخ تمام؟ إحنا الآن بنتكلم على الزمن يا زملاء تمام؟ بنتكلم عن الزمن إنه عندنا أرقام مهمة جدا تمام؟ أرقام مهمة جدا في الزمن عندما تجدها على أرقام التاريخ لازم إنك تعمل حسابها. طيب آه، نطلع الرسام اوكي على اساس نوضح معلومه مهمه اوكي طيب احنا الان يا زملاء كيف حنستخدم هذه الارقام قلنا انه عندنا هذا التاريخ لنفرض مثلا انه يوم واحد آه وعشرين او خلينا نسوي مثال اوكي عندنا خمسة أربعة ألفين وواحد وعشرين أوكي آه طيب يا زملاء، الآن لازم نفهم إنه عندنا في التاريخ ثلاث موجات، وإذا أردنا نكبرها نقول أربع موجات، تمام؟ اللي هي مجموع أرقام السنة، ورقم الشهر، هذا محور الموجات يا زملاء، تمام؟ هذا يعتبر محور الموجات، وعندنا رقم اليوم، تمام؟ طيب اهم موجه انت بتركز عليها دائما في الانعكاسات دائما وهي الموجات المتوسطه هي مجموع الشهر واليوم متى عندما يكون المجموع يا زملاء ركزوا مثلا الان خمسة 45 خلص هذا الرقم خمسة 45 احدى الزوايا تمام إحدى الزوايا طيب حيسألني أخ مثلا أضرب لكم مثال هذه الزوايا مثلا يا زملاء زي إيش مثلا أنت لو جيت مثلا للأسواق عامة مثلا ما حدث للبيتكوين مثلا يا زملاء ما حدث للبيتكوين في تاريخ أوكي. لحظه بس نشيل ال اوكي مثلا في تاريخ 14 ابريل يا زملاء شوفوا 14 ابريل 14 ابريل طبعا 14 هي 5 4 و1 5 وشهر 4 هذا كمثال يا زملاء تمام لو نركز انه الرقم 45 في مجموع اليوم والشهر يعتبر زاوية الرقم 54 يعتبر زاوية 72 يعتبر زاوية مثلا شهر 7 يوم اثنين مو شرط يا زملاء انه يوم اثنين فقط لا عندك على طوال الشهر شوفوا مثلا اين اجد اين اجد الرقم 72 مثلا في شهر 7 ركزوا 72 اين اجدها في شهر 7؟ اجدها يا زملاء في يوم في يوم 2 وايضا في يوم 11 وايضا في يوم 20 وايضا في يوم 29 شوفوا كيف انا اذا جاني شهر 7 تمام اذا جاني شهر 7 اركز على هذه الثلاثه هذه الثلاثة الأرقام. ليش? لأنه سبعة. قلنا انه عندنا زاوية. تمام? عندنا زاوية اللي هي اثنين وسبعين. طبعا الاثنين خلاص معروفة هي رقم اثنين. يوم عشر هو يعتبر اثنين يا زملاء. طبعا عندما نتعامل بالأرقام لازم نرجع الأرقام الى رقمها الاول. دائما. فأنت عندما تجمع الشهر مع اليوم لازم تركز على مجموع أرقام اليوم مجموع شوف مش الرقم كرقم مثلاً 11 أو 20 لا الـ 2 هي الـ 11 وهي الـ 20 وهي الـ 29 لأن 29 29 11 تعتبر 2 ركزوا فإحنا يا زملاء القاعدة إنه إحنا لازم نفهم إنه عندما نتعامل مع أرقام الزوايا في أرقام التاريخ لازم نفهم هذه القاعدة جيداً إنه مثلاً إذا كان رقم الشهر أربعة أين أجد الرقم خمسة في اليوم؟ أجد الرقم خمسة في اليوم في يوم خمسة وأيضاً في يوم أربعة عشر وأيضاً في يوم ثلاثة وعشرين ركزوا مثلاً شهر ثلاثة أين أجد الرقم ستة في الأيام؟ أجدها في يوم ستة وأيضاً في يوم خمسة عشر وفي يوم أربعة وعشرين. وهكذا يا زملاء. هكذا يكون التعامل مع الزوايا والاشكال الهندسية على الزمن الزمن يا زملاء. تمام؟ آه طبعا انت لو جيت مثلا تاخذ انا سويت لكم بعض الامثلة تمام؟ على القمم والجيعان مثلا في تاسي آه غالبا يا زملاء غالبا غالبا انه بتلاقيها بهذا الشكل، 23/4 شوفوا، يعني 45، 72 يوم 7، شهر 7 يوم 20، وهكذا مثلا الرقم 34 اللي هو رقم النسبة الذهبية، تمام، 13/4 والشهر 3، إذا 34، على هذا الأساس يا زملاء يتم التعامل مع الارقام في الزمن. انا لو فتحت لكم مثلا شارت تاسي تمام شارت تاسي انا وضعت لكم هنا خطوط عموديه يا زملاء تمام وضعت لكم هنا خطوط عموديه على الشارت لو جينا نلاحظ يا زملاء لو جينا نلاحظ في هذه الخطوط العمودية انه اغلب الانعكاسات شوف اغلب الانعكاسات دائما بتكون ايش؟ بتكون عند آه هذه الزوايا غالبا مثلا انت منتظر هبوط او منتظر صعود صعود تنتظر يا زملاء ايش؟ مثلا شوفوا هذا بتاريخ 20 يوليو شوف هذا 20 يوليو 17 18 19 20 يوليو تمام مثلا هذا هذا الانعكاس يا زملاء في 45 23 ابريل 23 قلنا هي 5 تمام 23 هي 5 وابريل شهر 4 45 مثلا الصعود العنيف هذا يا زملاء الصعود هذا صار في ستة وثلاثين شوفوا بالملي ستة مارس ستة وثلاثين اللي هي ثلاثمية وستين تمام الدرجة هذه مثلا يا زملاء في نوفمبر اثنين سبعة اثنين سبعة طبعا عندنا خمسة وعشرين 25/7 ونوفمبر 2 تمام؟ اللي هي 270 يعني 27 بس لانه هانا 23 وكان فيه مباشره بعد عطله فجاء يوم ايش؟ يوم 26 اذا هي 25 25 نوفمبر هنا مثلا يا زملاء ليش؟ سبتمبر في شهر اوكي هنا يوم 18 18 اللي هي 9 تمام 90 90 18 زائد 9 يعني الشهر 9 واليوم 18 18 قلنا هي 9 اذا 9 زائد 9 18 اللي هي تساوي 9 عند الزاويه 90 مثلا هنا يا زملاء ركزوا في كم؟ عندنا هنا في واحد وثمانين، شوفوا واحد وثمانين، أغسطس ثمانية ويوم واحد، واحد وثمانين، طبعا واحد وثمانين هذه يا زملاء، شوف ثمانية وعشرة مثلا هذا الصعود يا زملاء. أيضا ستمية وثلاثين ستمية وثلاثين اللي هي يونيو يوم اثنا عشر عشر هي ثلاثة إذا ثلاثة وستين شفتوا كيف يا زملاء إذا أي صعود يا زملاء أو هبوط أنت تنتظره مثلا أو تنتظر الانعكاس فيه يفضل أو يستحسن يا زملاء أنك تنتظر رقم من أرقام الزوايا الهندسية طبعا في عندنا هذه الزوايا تمام هذه الزوايا وفي عندنا أيضا الزوايا الزمنية الزوايا الزمنية هذه مهمة جدا جدا يا زملاء الزوايا الزمنية فهي نشتغل فيها على السعر ونشتغل فيها على الزمن تمام طيب هي تعتبر كدعوم ومقاومة بغض النظر عن السيولة، تمام؟ 21، 49, 91. هذه يا زملاء المفروض إن الناس تعاملها معاملة النسبة الذهبية اللي هي الفيو... الفيبوناتشي، تمام؟ ليش؟ لأني تعتبر محاور ارتكاز النسبة الذهبية، مثلا هذا هو حلزون النسبة الذهبية، تمام؟ ارتكاز هذه الزوايا يا زملاء هي أهم زوايا في النسبة الذهبية 21 49 91 هذه تعتبر قمم وقيعان رسمية أو ثابتة بغض النظر عن السيولة وبغض النظر عن الدعوم والمقاومة هي بحد ذاتها دعوم ومقاومة كيف لا كيف يا زملاء مثلا أنا أضرب لكم مثال أنت لو حطيت خط مثلاً على 8490 هذا هو، شوف 8490، شوف هذه تعتبر يا زملاء محور مهم جداً، محور مهم جداً، طبعاً الرقم 49 أنا لما أجي أتعامل مع هذه الأرقام يا زملاء، يجب أن أتعامل معها افهم اول شيء قبل ان اتعامل معها لازم افهم اين اجدها في السعر تمام؟ خلونا نعطي السعر عند سبعة ألاف وأربعمية وتسعين اوكي سبعة ألاف وتسعين المشكلة سبعة الاف أربعمية فيه غلط سبعة الاف يا شيخ سبعة الاف أربعمية وتسعين خلوها كده بس يلا كنا نريد نفصل بينها بشوي لكن ما في اشكال طيب يا زملاء قبل ان اتعامل مع الارقام في السعر لازم افهم انه الارقام في السعر تتكون الى موجات اول موجه عندك يا زملاء اللي هي اول رقمين هذه تسمى الموجه العظمى تمام الموجه العظمى بعدين بيجي عندك رقمين اللي هو هذول يا زملاء هذه تعتبر الموجة الثانية الرقمين الأوسط أوسطين هذول تمام الموجة الثانية بعدين بيجي عندك الموجة الثالثة وهي إيش يا زملاء وهي آخر رقمين آخر رقمين اللي هي هذه هذين. هذين الرقمين أنا عندما أجد أحد أرقام المعادلة هذه يا زملاء سواء 21 أو 49 أو واحد 91 عندما أجد أحد هذه -هذه الأرقام، تمام، خلونا نكتبها كذا: واحد وعشرين، تسعة وأربعين، واحد وتسعين. هذا هو. قلنا يا زملاء إنه عندما أجد أحد هذه الأرقام. نظلل عليها اوكي كذا نسويها يا زملاء عندما نجد الرقم مثلا تسعة واربعين شوفوا وين التسعة والاربعين في الموجة المتوسطة هذه تعتبر موجة متوسطة ممتازة يعني للمضاربة القريبة في فرق بين ما أجد التسعة والاربعين هنا وبين ما اجد ال 49 مكان ال 74 يا زملاء. عندما تكون 49 او ال 21 او 91 في اول رقمين هذه تسمى موجه عظمى، تمام؟ موجه عظمى. طبعا بيكون الهدف عند كسر 21، الهدف 49، عند كسر 49، الهدف بيكون 91، ركزوا. طيب انا فين الاقي هذه الموجات قلنا يا اما في اول رقمين وتسمى الموجه العظمى يا اما في الرقمين المتوسطين وتسمى الموجه المتوسطه او في الموجه الصغرى اللي هي في الاخير هذه وبتكون الموجه اصغر موجه اللي هي في الاخير اخر رقمين. المهم يا زملاء إنتو خذوا الشارت امامكم تمام خذوا الشارت امامكم وافتحوا على الاسهم مثلا شوفوا تاسي هنا مثلا تاسي هنا ليش ليش هبط من هنا يا زملاء انا تحدثت لما وصل السعر عند واحد قلت لهم يا زملاء مستحيل ان السعر يزورها اول مرة ويخترقها اه ويظل فوقها هذه بوابة عظمى اللي هي واحد ولازم السعر يصحح منها وفعلا عندما صعد السعر اليها يا زملاء سوى صحح لانها تعتبر بوابه عظمى الان يا زملاء انا اقول لكم شيء الان تاسي متجه من 91 الى 12000 وين البوابه 12000 ليش يا زملاء 12000 12000 و100 لماذا 12100 هذه 12100 يا زملاء تعتبر البوابة الوسطى 21 ركزوا خلاص لأنه الآن لو قلنا إنه حنلتقل من 91 إلى 21 تمام حنلتقل إلى كم إلى 21000 يعني كسر 91 بينقلنا إلى الرقم 21 يا زملاء حلو لأني بتعتبر شوفوا الرقم 91 يعتبر بوابة انطلاق إلى واحد وعشرين زي ما سبب وشرحنا أنه خلاص انتهى واحد وعشرين الآن من واحد يا زملاء خلاص تبدأ الموجة من واحد وعشرين بعدين تسعة وأربعين بعدين واحد وهكذا تمام طبعاً أن كانت الواحد وعشرين يا زملاء أن كانت الواحد وعشرين أسفل تسعة اه ألف كانت عند 2100 عند سعر 2100 لكن دام السعر يا زملاء كسر ااا أه... 9100 وحيستقر فوقها وكسرها بسهوله انا اتوقع الان الهدف هو 12100 عند البوابه الرقميه 21 تمام عند الرقم 21 نكسر واحد وعشرين اللي هي اثنى عشر ألف ومية بننتقل إلى أربعة عشر ألف وتسعمية. أربعة عشر ألف وتسعمية ركزوا يعني عند البوابة المتوسطة تسعة وأربعين. أربعة عشر ألف وكم؟ وتسعمية. بس إذا كسرنا أربعة عشر وتسعمية خلاص بنروح على إن شاء الله تسعة عشر ألف ومية عند الرقم واحد وتسعين. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت يا زملاء اوكي ان شاء الله تكون المعلومه وصلت انتوا جربوا جربوا هذه البوابات يا زملاء على الاسهم وسووا خطوط عموديه اقصد افقيه حتلاقوا انه تعتبر دعوم ومقاومه قويه جدا ان شاء الله آه طيب يا زملاء بعد أن آه خلصنا أهمية هذه الأرقام تمام لا ننسى الرقم النسبة الذهبية رقم النسبة الذهبية واحد فاصلة ستة واحد ثمانية هذا الرقم يا زملاء هذا الرقم أنا آه أستطيع أن أجزم أنه قد يكون هذا الرقم هو أصل الرياضيات لأهمية هذا الرقم يا زملاء اللي هو النسبة الذهبية أصل الحركة أو نقدر آه نسميه أصل قوانين الحركة تمام أنا آه سبق وشرحت آه معادلة اللي هي معادلة المنحنى تمام معادلة المنحنى ممكن عن طريق هذا الرقم يا زملاء طبعا في أرقام كثيرة ان شاء الله احنا راح نتطرق لها في الدورة القادمة بإذن الله. اللي هي 2.7 وايضا ثلاثمئة وأربعطاش وأيضا الرقم 9.9 9.9 آه، هذه الأرقام يا زملاء، إنت تستطيع تشتغل على الشارت يعني بطريقة هندسية عن طريق الشموع تحدد فيها آه الانعكاسات بدقة كبيرة جداً. مثلاً، لاحظوا في هذا الفيديو لشرح النسبة الذهبية كيف إنه عن طريق النسبة الذهبية نستطيع نحدد الانعكاسات. بدقه كبيره جدا وراح نرجع ان شاء الله باذن الله لبعض التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب يا شباب في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله انا قررت اطرح جزء من معادلة البندول او معادلة مركز الانحناء طبعا يا شباب هذه المعادلة حصرية ان شاء الله يستفيد منها الجميع انا ساضع جزء منها مع انه الجزء منها مفيد جدا ودقيق جدا تمام طبعا المعادلة المعادلة يا شباب راح نشرح جزء منها كما تحدثنا طيب عندنا يا شباب على الشارت دائما في هناك مراكز مغيبه عن الجميع يا شباب تلاقي الشباب لما يجي يحلل بيمسك الشارت ويحلل على ترند لكن لا يستخدمون الهندسه طيب يا شباب قلنا انه الشباب عندما يحللوا غالبا يستخدموا الشارت اللحظي امامهم وينسوا الميكانيكا الهندسة على الشارت بشكل كبير جدا تمام؟ إحنا في بحثنا يا شباب ولله الحمد توصلنا إلى معادلات رقمية دقيقة جدا الجميع يعرف رقم النسبة الذهبية 1.618 تمام؟ طبعا يا شباب على أساس إيجاد المنحنى السعري أو الإنعكاس في الدورات الزمنية تمام؟ يجب ان نمسك نقطه مهمه وهي مركز الانحناء تمام مركز الانحناء للمعلوميه يا شباب الهندسه على الشارت تعتبر هندسه مثلثيه تمام هندسه مثلثيه في طريقه ايجاد طريقه ايجاد مركز الانحناء يا شباب وإيجاد النسبة الذهبية بتعطينا نقاط دقيقة جدا طبعا احنا اليوم راح نتطرق إلى أكبر انعكاس تمام بعد المنحنى تمام أكبر انعكاس بعد المنحنى أنا ما راح أتطرق لل للصعود والهبوط أثناء ال... أثناء الدورة اثناء الدورة الزمنية هذه تمام؟ أنا راح فقط أتحدث لكم يا شباب عن محور مركز الانحناء للسعر أو الهبوط القادم مثلاً، إحنا ماخذين ما قمة وقاع أعطيكم الهبوط الجاي بدقة كبيرة جداً جداً تمام؟ طبعاً في هناك نسب أخرى أنا بستخدمها وبنشرحها في الدورات الرقمية تبعنا من خلالها بنستطيع نحدد الهبوط والصعود اثناء هذه الدورة الزمنية تمام زي ما راح اوريكم في الامثلة التالية مثلا تمام سواء يا شباب على الاسهم او على ال او على العملات تمام في البداية يا شباب عندما يكون معاك مثلا قمة وقاع إنت بتحط خط عمودي وخط أفقي على هذه القمة، تمام؟ اللي هي مركز الانحناء الأساسي، تمام؟ وبتحط خط عمودي زي ما احنا شايفين وخط أفقي على نهاية مركز الانحناء، تمام؟ خلاص. إنت في هذه الحالة أوجدت معطيات مهمة جدا يا شباب تمام اللي هي مركز الانحناء ونهاية مركز الانحناء الآن يا شباب ايش اسوي اقوم اخذ مثلا سعر القمة مثلا اللي هي اثنين اصل ثمانية عشرين الف وثمانمية واحد جميل جدا طيب اقوم يا شباب انقص المسافة ما بين مركز الانحناء ونهاية مركز الانحناء بهذا الشكل، يعني انقص القمة اللي هي 20801 ناقصا القاع اللي هي كم يا شباب؟ 4044 مثلا 4044 يساوي راح يعطيني عدد معين، هذا هو عدد النقاط ما بين المركز وما بين نهاية المركز أقوم بقسمته يا شباب على واحد فاصلة ستة واحد ثمانية يساوي بيعطينا رقم يا شباب بيعطينا رقم هذا الرقم يا شباب أضيفه على نهاية مركز الانحناء تمام أضيفه على نهاية مركز الانحناء اللي هو عشرة ألف ثلاثة ستة خمسة زائدا أربعة آلاف وأربعة وأربعين يعطيني رقم سعر معين عند 14400 اجي احط خط افقي على أربع... أه, 14400 يا شباب تمام 14000 و400 14000 و400 14 14400 تماما تماما مضبوط 14000 تقريبا في هذه المنطقة يا شباب تمام الآن أريد أنا خلاص عملت هبوط وارتديت من هذا الهبوط الآن أريد يا شباب إيش أريد أطلع منطقة الهبوط بعد الصعود اللي راح من القاع تمام طبعا هذه المعادلة يا شباب لو كانت مع الشباب مثلا أيام الأزمات عام 2014 ما كان يروح هناك إن شاء الله أي خسارة ركزوا بساطتها يا شباب تمام اقوم اخذ يا شباب خط زي ما راح نشوف تمام من مركز الانحناء يا شباب على تقاطع ايش يا شباب ركزوا معايا اريد الشباب يركزوا انا عندي خط عمودي على القاع صح ولا لا؟ وعندي الان خط افقي على السعر اللي انا طلعته من النسبه الذهبيه يا شباب صح ولا لا؟ اسوي خط من مركز الانحناء على تقاطع النسبه اللي انا طلعتها واجي انتظر الخط هذا وين بيصطدم في القاع يا شباب تمام اصطدم في هذه المنطقه يا شباب هذه المنطقه يا شباب بنسبه 95% الى 99% هي مركز الانعكاس او البيئه حلو شاهدوا الدقه يا شباب تمام؟ على اساس ازيد اكد لك يا شباب ازيد اكد لكم انه كيف هذه النسب بتشتغل على الشارت وان الشارت اللي امامكم يا شباب دقيق بشكل ما تتخيلوه. ناخذ اللي هذه 160 كم؟ 100 156 156 عدد الشموع ركزوا عدد الشموع 156 على اساس اطلع يا شباب نعتبر هذا الخط مو موجود تمام؟ نعتبر هذا الخط مو موجود شوفوا الان المنحنى هذا اعطانا الهبوط في هذه المنطقه لكن اريد ازيد اتاكد يا شباب قلنا ان عدد الشموع ما بين مركز المحور الانحناء وقاع الانحناء هو 156 156 اضرب 156 في النسبة الذهبية يا شباب واحد فاصلة ستة واحد ثمانية بيعطيني عدد الشموع اللي راح ينعكس منها السعر زمنيا شوفوا زمنيا يساوي 252 واثنين وخمسين تمام 252 واثنين وخمسين يعني اخذ هذه الأداة الأداة واجي اسوي العدد اللي اعطاني اياه الان احنا مئتين كم يا شباب مئتين لحظه بس نصلحها على الشهري على اساس يكون الشارت واضح وعدد الشموع ما يكون طيب نطلع عدد الشموع بالبداية يا شباب هذه اللي هي إلى هذه المنطقة قلنا كم طلعت عندنا يا شباب تسعة وثلاثين تمام تسعة وثلاثين شمعة حلو نضرب تسعة وثلاثين يا شباب في النسبة الذهبية واحد فاصلة ستة واحد ثمانية يعطينا ثلاثة وستين شمعة تمام يقول لي اخذ 63 شمعة على اساس النسبة الذهبية المتبقية تمام المتبقية يا شباب ثلاثة وستين شمعة الآن أجي أسوي ثلاثة وستين شمعة شوفوا الدقة يا شباب هذه ثلاثة وستين شمعة شاهدوا الدقة يا شباب هذه النسبة أعطتني أعطتني هذه النسبة للإنعكاس يعني عدد الشموع تمام عندما ضربت عدد الشموع بين المركز بين قمة المركز وبين أسفل المركز تمام وفي نفس الوقت يا شباب تقاطع المحور ركزوا تقاطع المحور يا شباب إيش أعطاني؟ تقاطع المحور آه للمنحنى مع النسبة اللي أنا وضعتها في السعر يا شباب مع تقاطع خط القاع أعطاني إيش يا شباب أعطاني الهدف أو وين راح أبيع بعد الصعود هذا بعد ما صعد السعر خلاص أنا أظل في الشراء أظل في الشراء لين يأتي هذا الزمن وأقوم مباشرة بالبيع في هذه المنطقة زمنيا أنا أتحدث يا شباب طبعا عن الزمن كون تحليلنا زمن تمام طيب لنفترض يا شباب أنه خلاص يا أبو سام مثلا أنت أخرجت هذه المعادلة أمر طيب جدا بس هل تطبق على كل قمة وقاع؟ أي نعم إذا أخذت القمة والقاع من مناطق محددة طبعا شوفوا يا شباب هناك قمم وجيعان مثالية وهناك قمم وجيعان غير مثالية كيف قد ربما أنا في هذه القمة استخدمت النسبة الذهبية واحدة فاصلة ثمانية تمام على أساس أطلع هذا الخط اللي راح أضرب خط المنحنى عليه الين القاع يطلع لي ايش يا شباب؟ يطلع لي الانعكاس للبيع. طيب في حالات يا شباب في حالات قد ربما استخدم لانه انا عندي النسب كثيره يا شباب، قد ربما استخدم 1.6، 1.8 قد ربما استخدم 1.4 هذا هو المتغير يا شباب، تمام؟ المتغير له قاعدة ثابتة طبعا، تمام؟ المتغير. لأنه أنا أقول لكم شيء، مستحيل إنك تستخدم معادلة، معادلة تكون دقيقة على الشارت، وما يكون فيها متغير، تمام؟ ما يكون فيها متغير، ما مع عدا معادلات الفريكتال، تمام؟ طيب. قلنا انه انا بستخدم في هذه المنطقة 1.618 لانه عندي الفرق ما بين القمة والقاع عدد معين، تمام؟ فبتعطيني دقة قوية جدا. آه طيب، لنفرض مثلا يقول لك واحد من الشباب يا ابو وسام مثلا ال ال انت اخذت لك مكان في الشارت وجاء معاك بالصدفة وضرب معاك جرب قاع وقمة اخرى، طيب. نجرب ما راح نروح بعيد او في شاشه اخرى نجرب في نفس السوق وفي نفس الموجه بعدها مباشره تمام فناخذ يا شباب هذه القمه تمام هذه القمه طيب وناخذ هذه القاع حلو ممتاز جدا امر طيب بس هذه المره الموضوع راح يصير كيف يا شباب عكسي هذه المره كنا هابطين وصعدنا على اساس نبيع هذه المره صعدنا وهبطنا على اساس نشتري من في فين حنشتري ناخذ نهايه منحنى نهايه خط المنحنى وبدايه خط الانحناء تمام نجي على أرقام السعر اللي هي كانت القمة عند واحد 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 أربعة ستة ناقصا أربعة واحد 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 تمام ناقصا أربعة واحد 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 أوكي يساوي يا شباب اعطاني سبع الاف جميل جدا سبع الاف قسمة واحد فاصلة ستة واحد ثمانية طبعا القمة مثالية اعطاني أربعة الاف وثلاث مئة وسبعة واربعين اقوم اضيفها يا شباب ايش قلنا اقوم باضافتها على خط المنحنى اوكي يا شباب اللي هو هذه المنطقة ناقصا أجيب الآلة الحاسبة مرة أخرى أقول واحد 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 أربعة ستة ناقصا أربعة ثلاثة وسبعة واربعين بيعطيني خط التقاطع أو خط التماس يا شباب لكي نرسم المنحنى سبعة وستين وتسعة وتسعين تمام سبعة وستين سبعة وستين سبعة وستين. عند هذه المنطقة يا شباب. عند هذه المنطقة يعني تقريبا. طيب. هل فعلا الان راح ارسم انا خط يا شباب تمام هل راح يعطيني الانعكاس فعلا هل راح يعطيني الانعكاس يا شباب يعني راح يعطيني منطقه صعود قويه تمام اجي اسوي خط يا شباب تمام أنا منتظر مثلا هذا الهبوط ومنتظر اشتري، جميل ومنتظر اشتري، هذا هو يا شباب. الآن السوق صعد واحنا بعنا زي ما قلنا هنا بناء على هالموجة الأولى وهبط السعر، أنا الآن أريد أشتري، إيش أسوي؟ والله يا أبو سام حتقول لي أنت أنا راح أنتظر هذا التقاطع واشتري، تمام؟ أعمل خط على خط التقاطع يا شباب وأقعد زي ما يقولوا أعمل في بطنك بطيخة صيفي. وانتظر هذه المنطقة يا شباب ليش؟ علشان تشتري تمام وانتظر هذه المنطقة على اساس تشتري بدقة كبيرة جدا هنا شوفوا تشتري وانت واثق بشكل كبير جدا يا شباب حيسالني البعض مثلا يعني طيب حتى حتى الخط هذا اللي احنا احنا سويناه يا شباب ما بين القمه والقاع وسوينا الخط كان مقاومه يعني يعتبر ممكن تعتمد عليك خط مقاومه تمام طبعا فيه نسبه اخرى انا لو وضعتها على لو وضعتها على الشارت تمام لو وضعتها على الشارت يا شباب ما اخفيكم انه لو وضعتها على الشارت بتعطيني منطقة الشراء بتكون في هذه المنطقة تمام شوفوا كيف بتعطيني الانعكاس هذا بدقة متناهية يا شباب تمام بس هذه انا مخليها في الدوران تمام لانه انت بتتعامل مع رقم القمه ورقم القاع بنسب يا شباب ليش انا بستخدم هنا ثمانية. لانه هو بيعطيك صعود يعني بيعطيك يعني نسبه نجاحه كبيره جدا يعني زي ما وريتكم هنا وزي ما وريتكم هنا بس هنا ليش اختلف ليش مثلا اقصد هنا ليش انعكس السعر عند النسبه تماما وهنا عندما اردنا الصعود انعكس من فوق شوي يعني المعادله صحيحه بس ليش انعكس هنا أقول لكم إنه الفرق بالنسب، تمام؟ الفرق بالنسب وهذا أنا مخليه زي ما خبرنا الشباب في دورة، تمام؟ أوكي يا شباب، يعني بيعطيك منطقة ال الانعكاس، لكن في نفس الوقت أنت لو استخدمت واحد فاصل ستة واحد ثمانية، بيعطيك الانعكاس يعني ممكن يعطيها إياك من القمة تماماً، ممكن يعطيها إياك من فوق شوي، ممكن يعطيها إياك من فوق أعلى شوي هكذا، كله حسب النسبة اللي أنت بتستخدمها عندما. تقسم ما بين خط المنحنى يا شباب وما بين نهاية خط المنحنى اللي هو الفارق بين القمة والقاع اللي انت استخدمته تمام آه طيب أسعد الله مساءكم يا زملاء فقط حبيت أشارك الـ الأخوة هذا الفريكتال لأنه بعض الشباب إلى الآن <applause> آه لم يستوعب معادلات الفريكتال شاهدوا يا زملاء نسبة التطابق في فريكتال البيتكوين اليوم طبعا انا متابع الفريكتال من هذه المنطقه شاهدوا معي يا زملاء نسبه التطابق انا راح اخذ الفريكتال اللي حصل عند رقم المعادله ابتداء طبعا فريكتال يومي على الشغل اليومي أنا في يوم تسعة وعشرين كان الفركتال اليوم هو هذا يا زملاء شوفوا وما زال مستمر أريدكم تدققوا يا زملاء بنسبة التطابق تمام بنسبة التطابق أنا راح أطبق الآن الفركتال على فريم ثلاث دقايق أخذته في الدقيقة شوفوا أخذته هنا أخذته من هنا يا زملاء بالضبط هذا هذا هو المكان اللي اخذت منه الفريكتال على اساس الزملاء لا يقولوا هذا هو الفريكتال شاهدوا نسبة التطابق يا زملاء شاهدوا التفاصيل كاملة كيف انه التطابق بنسبة تسعة وتسعين في المية شاهدوا يا زملاء هذا هو هذا هو الفريكتال يا زملاء شوفوا ادق التفاصيل موجودة بدقة راح أقعد الفريكتال على أساس تلاحظوا نسبة الدق الدقة يا زملاء هذا هو هذا التذبذب موجود هنا في الأعلى هذا موجود هنا بالضبط حتى هذه حتى هذه يا زملاء شوفوا تفاصيل الدقيقة هذه الحركة هذه والحركة هذه موجودين في الفريكتال شوف موجودين يا زملاء بدقة أيضا هذا ركزوا على هذه الحركة يا زملاء الهبوط العنيف اللي صار بعدين صعود شكل كوب هذا هو موجود هنا يا زملاء بعدين يرجع يهبط زي ما احنا شايفين الآن أنا منتظر إن شاء الله لايف لايف للصعود العنيف اللي راح يصير على البتكوين في هذه المنطقة يا زملاء تمام احنا الان هنا بالضبط شوفوا الان حنرتفع حنرتفع ان شاء الله باذن الله بشكل عنيف طيب قلل الفريكتال شوفوا يا زملاء هذا هو بكامل تفاصيله بالتفاصيل كاملة بالتفاصيل كاملة هذه المدهش يا زملاء حتى هذه شوفوا هذه بالملي هذه أيضا بالملي موجودة هذا هو هنا فوق عندنا في بداية الفركتال نفس الحركة تماماً الكوب والعروة موجودين بدقّة حتى التفاصيل يا زملاء داخل الفركتال لو تركزوا هذه النبرتين موجودة هذا هو خلونا نتابع الآن الصعود العنيف ان شاء الله على ال على البتكوين طبقا التالي يا زملاء احنا الان ننتظر ايش صعود عنيف جدا الى تقريبا الى 42 و 47 انا اتكلم في الاطار اليومي يا زملاء تمام في الاطار اليومي احنا الان في هذا الصعود لاحظوا الان راح يصير صعود الى تقريبا واحد واربعين الف وسبعمئه وخمسين هذا هو نتابع يا زملاء ولا نعود إن شاء الله بإذن الله آه طيب يا زملاء هذا الصعود لايف أمام الجميع أوكي يا زملاء ماذا هو إحنا الآن في هذه المنطقة زي ما تحدثنا الآن إنه في صعود من هنا تقريبا إلى واحد وأربعين ألف وخمسين نراقب الصعود والدقة في الفريكتال يا زملاء صعود قوي الآن لو تركزوا فيه ثلاث شمعات تقريبا صاعدة طيب يا زملاء هذا البيتكوين زي ما خبرتكم شوفوا بعض الاخوان يقول يا ابو وسام انت بترسم يا اخي الفرص بعد حدوث السعر لا يا اخي العزيز انا هذا المثال للبصمه او للفريكتال اللي انا رسمته يوم امس انا حبيت اضع فقط من نموذج لايف تمام نموذج لايف انه كيف بتكون دقة الفريكتال يا زملاء في تحديد الاتجاه وفي تحديد السعر بنسبة نجاح فوق 90 الى 95% تمام كما سبق ووضعنا ايضا بصمة او فريكتال للبتكوين آه راح اوريكم الان يا زملاء كيف الدقه يعني كيف انه هل يستطيع الفريكتال تحديد آه حركه السوق آه بدقه متناهيه اي نعم اقول لك يا زملاء انه الفريكتال او المعادلات الخاصه آه ببحثنا اللي احنا وصلنا اليها في بدايه ولاده النسبه الذهبيه او بدايه تكون الفريكتال في تحديد الاسعار مذهلة ونتائجها طيبة جدا جدا انا راح اوريكم مثلا هذا المثال وكيف تطبق فيه الفريكتال يا زملاء بنسبة تقريبا بنسبة نستطيع نقول تسعة يعني ما هو لساعة أو لساعتين أو لثلاث ساعات لا يا زملاء لمدة عشر أيام في فركتالات زي ما تحدثنا سابقا يا زملاء في فركتالات بتعطيك عشر أيام وفي فركتالات بتعطيك سنة وفي فركتالات بتعطيك سبع سنوات المسألة كلها يا زملاء المسألة كلها والقصة كلها إنه أنا من وين آخذ الفركتال طيب متى ينتهي هذا الفريكتال تمام هذا هو كل شيء يا زملاء مسألة أنماط وما أنماط وتشابه أنماط زي البعض اللي بيتحدث لا يا أخي العزيز والله المعادلات فيها خير كثير جدا لكن أنا سبق وتكلمت وسبق وتحدثت مع الزملاء يا زملاء معادلة الفريكتال تحتاج تطبيق يعني ما هو بتاخذها باول يوم انت لازم تطبق تطبق على الشارت ضروري من تطبيق اقل شيء اسبوع اسبوعين تقعد تطبق على فريمات سابقة تشوف مواعيد المعادلة الفريكتال هل انطبقت كيف كانت نسبة نسبة نجاحها كيف على اساس تطبق يا زملاء طيب كيف اتعامل مع الذيول العنيفة هذه كلها يا زملاء مسائل مهمة جدا في إيجاد الفركتال. طيب مثلا يا زملاء هذا الفركتال شاهدوا هذا الفركتال إلى هنا تمام؟ في رقم معادلة طبعا في رقم معادلة. زي ما تحدثنا سابقا إنه يا زملاء إذا استطعت أو إذا عرفت أنك تأخذ الفريكتال صح يعني بيكون أمر طيب جدا أوكي شوفوا يا زملاء مثلا كمثال هذا الفريكتال شاهدوا الدقة يا زملاء أنا أخذته على فريم صغير جدا على فكرة زي ما أنتم شايفين نسبة التطابق فوق 95% انت اذا عرفت يا زملاء ان تاخذ الفريكتال تمام سواء المتوسط سواء الـ الـ البعيد سواء القصير اذا أخ... عرفت تاخذ الفريكتال صح وكم مده الفريكتال من والى وكم مده الفريكتال المكبر انت في خير وفي نعمه كبيره جدا وتستطيع انك تشتغل ان شاء الله باذن الله الى جانب باقي المعادلات اللي احنا بنشرحها بيعطيك انعكاسات طيبة جدا بيعطيك انعكاسات طيبة جدا اوكي يا زملاء مثلا شاهدوا شاهدوا مثلا هذا الهبوط اللي صار مثلا في هذه المنطقة انا اعطاني الفريكتال الى هنا وبعدين هبوط الى يوم 18 تسعة احنا سبق وتحدثنا انه الرقم الرقم تسعة في مجموع اليوم والشهر الرقم تسعة انعكاس حلو طيب الفريكتال معطيني صعود عنيف إلى هذه المنطقة وبعدين هبوط خلاص يوم 18 تسعة طيب 18 هي تسعة زائدا تسعة الشهر كم 18 إذا مجموع اليوم والشهر يساوي تسعة يا زملاء إذا في هنا عندي انعكاس شوفوا كيف أنا أتعامل مع الـ اتعامل مع المعادلات عندي معادلة الزوايا مثلا اعطاني انعكاس هنا عندي الفريكتال معطيني انعكاس طيب خلونا نجرب معادلة اخرى شوفوا شوفوا اوريكم بس يا زملاء اللي هي معادلة النسبة ها 2.7 هذه القاع يا زملاء، شوفوا كيف. هذه هي القاع. خلونا نوضح الشارت، هذه هي آخر قاع، تمام؟ طيب، أجيب الآلة الحاسبة، شوفوا كيف راح تتفق معايا يا زملاء ثلاث معادلات على البيع من تلك المنطقة. يا جماعة يا إخوان، النجاح في أسواق المال مش في معادلة واحدة، أنا هذه نصيحتي لكم. يكون عندك كوكتيل من المعادلات مثلا خلونا نكمل هذه ناخذ القمة عند خمسة آلاف ومئتين اثنين وخمسين ألف وتسعمية وتسعة واربعين ناقصا القاع اللي هي اثنين واربعين ألف ومئتين واثنين كم أعطاني؟ أعطاني عشرة ألف وسبعمية وسبعة واربعين طيب قسمة النسبة الثابتة اثنين فاصلة سبعة شوفوا اثنين فاصلة سبعة هذه احد الارقام اللي عندنا، قلنا انه النسبه الذهبيه وعندنا 2.7، وعندنا وعندنا، طيب، يساوي 3980، ايش اسوي ب 3980 يا زملاء؟ انقصها من القمه، اجي على الاله حاسبه اخرى، على اساس ما نتلخبط. ناخذ القمه اللي هي عند 52949 ناقصا كم قلنا؟ بعد القسمة على النسبة طلعتنا ثلاثة ألف ناقصا ثلاثة يعطيني منطقة الانعكاس شوف يساوي أعطاني ثمانية واربعين ألف حلو أنا أجي عند ثمانية واربعين ألف وتسعمية لاحظوا الدقة يا زملاء شوفوا هذا مو سحر يعني ولا هو شعوذه زي ما بيقول بعض الاخوان انه علم الهندسه او الهندسه الرقميه او الهندسه الفلكيه لا يا اخي هي عباره عن معادلات وارقام نسبه نجاحها وصلنا اليها نسبه نجاحها دقيق جدا لاحظوا يا زملاء كيف انه نسبه نجاحي عند هذه المنطقه بيكون 99% عندي فريكتال معطيني انه السوق راح يهبط، حلو جدا، ممتاز من هذه المنطقة، هذا أول شيء. ثاني شيء عندي هنا يا زملاء ركزوا. الزمن، قلنا 18، 9، 9 و9، 18 أيضا، يعني يعطينا الرقم 9، مجموع اليوم والشهر يعطينا 9. حلو، طيب، معادلة النسبة حق القمة والقاع و2.7 أعطتني انه البيع من هذه المنطقة باقي حاجة اخرى نسيناها بوابة رقمية بوابة تذكروا انا شرحت لكم انه 21 49 91 ركزوا على 91 انا موجود هنا عندي 91 شوفوا كم اجتمع يا زملاء هنا عندي 91 عندي ايضا 49 شوف عندي 49 في الموجة العظمى ركزوا عندي 49 في الموجة العظمى وأيضا واحد في الموجة المتوسطة هكذا يا زملاء شوفوا هكذا تكون الفرص المثالية واللي نسبة نجاحها فوق تسعين في المئة تسعة وتسعين في المئة أنا بعطيك معادلات يا زملاء أنا بعطيك معادلات يعني أنا اللي شرحت لك الآن تعتبر جزء من جزء من المعادلات اللي احنا بنعطيها للشباب ليش على أساس عندما تدخل فرصة اي واحدة من هذه المعادلات سواء 12 معادلة او 14 معادلة اذا طبق معاك او اذا توافق معاك فيها ثلاث معادلات اربع معادلات خلاص توكل على الله في الاتجاه اذا قال لك بيع بيع اذا قال لك شراء اشتري وهكذا يا زملاء تمام آه ان شاء الله اكون يا زملاء في هذا الفيديو افدت زملائي باذن الله يهتموا للارقام اللي انا حدثتهم عليها او القواعد هذه مهمه جدا يا زملاء لا انا انصح ان الزملاء لا يقعدون على التحليل التقليدي او الكلاسيكي ممتاز التحليل الفني والاساسي ممتاز لكن انا نصيحتي اتعمق شويه يا غالي ادخل في الارقام يعني المساله احنا لما نقول معادلات ما هي معادلات آه، لوغاريتمية وحل معاد نهائيا يا زملاء أنا ببسطها لكم بأبسط صورها بعطيكم أرقام يعني هي فعلا أتعبتنا وأخذت مننا مجهود سنوات لكن إحنا بنبسطها لكم إلى أبسط صورة خلاص معاك الرقم كذا وكذا وكذا تنتبه لهذا الرقم لما يكون على السعر وأيضا لما يكون على الزمن وتشتغل عليهم على الشارت في شروط لكل شغل ادخل مثلا في هذه المعادله كذا ادخل في هذه المعادله كذا باذن الله يا زملاء باذن الله بنوصل لدقه في هذا السوق دقه ترضي الجميع باذن الله سبحانه وتعالى. أتمنى أن أنا أكون أفدت الزملاء في هذا الفيديو طبعا لدينا الدورة القادمة إن شاء الله باذن الله بتاريخ 20 أكتوبر دورة مميزة بما تعنيه الكلمة من معنى باذن الله يا زملاء. في التحليل الرقمي والزمني والسعري والفريكتال تمام حنجمع فيها ما بين المعادلات وما بين الفريكتال والتطبيق ان شاء الله باذن الله طبعا انا قدمت اشعار الدوره على اساس انه الزملاء اللي حابين يسجلوا الان احنا بنعطي فيديوهات تقديميه للشباب الجدد اللي ما دخلوا معانا في الدورات الماضيه بياخذونها الى حين موعد الدوره، هذه الاساسيات فيديوهات ممتازه وطيبه جدا، تشرح لهم الاساسيات للتعامل مع الارقام، زي ما انا شرحت اليوم مثلا على البوابات الرقميه اللي هي مثلا 49، 21، كيف تتعامل مع الارقام؟ كيف تتعامل مع الارقام والموجات في السعر؟ كيف تتعامل مع الارقام والموجات في الزمن؟ هذه لازم الواحد يكون فاهمها يا زملاء عند دخوله في الدوره، وهي اساسيات بسيطه. فبنعطي الشباب اللي بيدخلوا في البدايه فيديوهات تقديميه للاساسيات لبعض الاساسيات المهمه على اساس لما يجي وقت الدوره ما نحتاج وقت على اساس ايش يا زملاء او نضيع وقت في مساله اشياء او شروحات بسيطه جدا ان شاء الله باذن الله الدوره حتكون على برنامج زوم حيكون في هناك ملف بي دي اف ايضا حيكون عندنا جروب بعد الدوره للتطبيق باذن الله سبحانه وتعالى آه نزلنا اعلان الدوره اسال من الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع بالتوفيق في امان الرحمه في امان الله